هنكمل مع بعض سفر نشيد الأنشاد، ولسه احنا في الإصحاح الأول. احنا دايما تقريبا كل مرة كده بناخد أيتين تقريبا، يعني ماشيين بالمعدل ده. فالمرة اللي فاتت وقفنا عند لذلك أحبتك العذارى، وبعد كده خدنا اجذبني وراك فنجري، ووقفنا عند القطعة دي وما كملناش. أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر. بالحق يحبونك، أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قدار قشقك سليمان. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. بني أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، إما كرمي فلم أنطر. وقفنا المرة اللي فاتت اجذبني وراك فنجري. عروس النشيد أو النفس البشرية أو الكنيسة تقول اجذبني اجذبني، انا عايزك انت اللي ايه تجذبني. انا مش هقدر اروح لغايه عندك بقوتي، لان قوتي ضعيفه، وشده جذب العالم ليا اكتر من اي حاجه تاني، لكن انت الوحيد اللي تقدر تجذبني. شدني انت بس وهتلاقيني امشي معاك، بمجرد انك انت تمسك في ايدي وتقودني هتلاقيني عندي الدافع. اصل انا في امور كتير بتخليني مش قادر اتحرك خطوه لقدام، يمكن ضعف مني، يعني عدم قوه مني، يعني يمكن يكون الحب بتاعي برضو مش قوي، لكن انت حبك اكبر من حبي، فانت اللي تقدر تعمل ايه؟ تجذبني. لما انت تجذبني انا اقدر كمان اجذب الناس معاك. اتكلمنا المره اللي فاتت اني كان مهم قوي البدايه ان هو يقدر يجذب. الله دائما يجذب الآخرين، الله دائما هو الذي يجذب الآخرين، الله هو اللي دائما البداية بتكون منه، هو اللي بيقدر يجذبني بكلمة، يجذبني بآية، يجذبني بترنيمة، يجذبني بصورة، يجذبني بعمل معين يديهولي عن طريق أي حد. فهو قوة الجذب بتاعتك أنت يا رب أقوى، ولما تجذبني أقدر أجيب غيري وأجذبه ليك. مين اللي عمل كده؟ السامرية، جه مخصوص ليها هي. هي ما عندهاش القوة ولا عندها الدافع إنها تروح لغاية عنده، لكن المبادرة كانت بتاعتك أنت. المبادرة بتاعتك أنت اللي خدت نفسك ورحت لغاية عندها وبتديت تتكلم معاها بكلمات فيها رقة وحب وعفو، وابتديت تجذبها إليك وطلعت منها كل شيء حلو، مع أن العالم كله يبص لي يطلع فيا كل القطط الفطسان، لكن انت بصيت ليها بصه مختلفه، شفتك ليها شوفه مختلفه عن بقيه الناس. الناس كلها شايفاها خاطيه، الناس كلها شايفاها انسانه يعني مزواجه، لكن انت يا رب انت شايفها حاجه تاني. انت طلعت الصدق اللي فيها،
أول ما طلعت الصدق اللي فيها اتجذبت إليك، حبيتك، مدحت السيدة دي في حاجة حلوة فيها. كلنا محتاجين إلى كلمة مدح من الله لكي يكسبنا. فمسكت فيه، أنا مش هسيبك طالما كذبتني الغيظ عندك، أنا مش هسيبك. جريت السامرية وسابت الزرعة بتاعتها، الجرة بتاعتها، سابتها وابتدت تجري على أهل السامرة تقول لهم إنسان قال لي كل ما فعلت. تعال وناس، أنا بقيت إنسانة جديدة، أنا في حد شدني، أنا اتغيرت تماما، أنا ما بقيتش أنا، أنا بقيت حد تاني، أنا بقيت شخص مختلف، شخص ليا حياة، شخص جذبني كمان إليه فأنا اتجذبت ليه. ورايح لكل السامرية وهجيبهم معايا. هيا زكا، ياللي حاسس انك انت قليل وحاسس انك انت قصير ومش هتقدر تشوف يسوع، طب اطلع فوق الشجرة. طلع فوق الشجرة، في حد حاسس بيك يا زكا. صحيح العالم كله حوالين يسوع، بس في حد حاسس بيك يا زكا، هو شايفك وانت بتطلع فوق الشجرة. يمكن العالم كله كان نظر نظرة للمسيح إنه هو دوت اللي الناس كلها مجتمعة إليه، لكن زكا كان حاسس إنه هو مش هيقدر يشوف يسوع لأنه هو قليل. أحياناً بيجيلنا صغر نفس إن إحنا نحس إن إحنا قليلين ومش هنقدر نشوف يسوع، لكن زكا طلع فوق الشجرة. لكن في اللي بيلمح وفي اللي بيشوف من وراء الأحداث، وفي اللي بيجذب الناس حتى لو مدفونين جوه القبر ويطلعهم لبره. زكا، حد بينده عليا، ده في حد بينده، هو في حد عارفني؟ ده ناس كتير ما تعرفنيش، بس في ناس ممكن تكون عارفاني لاني انا معاملتي وحشه مع الناس. طيب تعالى يا زكا انزل، اليوم هكون معاك، أنا مش هسيبك يا زكا. طب زكا إيه اللي طلعك فوق الشجرة عشان أشوفه؟ طب من زمان كنت أطلع واتفرج على يسوع وشوفه هو بيلف المدن واطلع. قال لا، الموضوع ما كانش كده، الموضوع أني كان في واحد عشّار زيي وانجذب لي، فأنا مش جاي علشان أتجذب لي، أنا جاي علشان أشوف إزاي جذب عشّار. ازاي؟ بس لما جيت لغايه فوق الشجره، بدل ما انا جاي اشوف بس، هو كمان عمل فيا ايه؟ جذبني. زكا جذب، اجذبني وراك فنعمل ايه؟ فنجري. اجذبني وراك، دي صيغه المفرد، لكن فنجري صيغة الايه؟ الجمع. اصبح هنا مين اللي بيتكلم فيه السفر؟ هنا النفس الايه؟ البشرية. ما هنقولش بقى ان دوت واحدة بتغزل واحد وعايزة حد يشاركها في حبها وتقول لهم تعالوا حبوا معايا، مفيش حد يقدر ده الا اذا كانت النفس البشرية هي اللي بتقول الكلام ده، هي اللي بتقول اجذبني وراك عشان احنا كلنا ننجذب ليك ونجري معاك. احنا عايزين كلنا معاك. اجذبني وراك فنجري كلنا. دخلني يا رب كل جوه الكنيسه، وهات كل المجتمع بتاع الكنيسه عشان كلنا نعمل ايه؟ نجري وراك، نجري وراك، احنا عايزين نمشي معاك. اكذبني وراك فنجري. بعد كده يروح نقلني
يقول لي أدخلني الملك إلى حجالة. أنا مهم أوي قبل ما يدخلني إن أنا يكذبني، وبعد ما يكذبني ما أخدش خطوات ضيقة لكن أجري إليه باشتياق، أدخل للعمق معاه أجري. وإنك تجري ورا شيء أمر مش سهل، أمر محتاج مجهود. الجري يخليك تبذل مجهود، يخليك تفكر أنت بتجري ليه، علشان هدف. فالجري بعد مسافة طويلة تتعب إيه؟ جسمانية تتعب، بس لما أجري ورا يسوع مش هتعب. لما يجذبني وأجري وراه صحيح جسمانيا ممكن أتعب لكن روحيا مش هتعب. ليه؟ لأن اللي بيهلك نفسه من أجلي يعمل إيه؟ يجدها. اللي يهلك نفسه من أجلي يجدها. هتلاقي نفسك لأنك اتجذبت للمسيح. العروس هنا انجذبت وشدها وجريت. جريت ليه وراه؟ لأن هي حاطة هدف قدامها. إيه هو الهدف اللي حطاه قدامها ده؟ الصبر والجهاد الموضوع أمامنا اللي اتكلم عنه بولس الرسول. في صبر وجهاد عشان أوصل للحبيب، عشان أوصل للمحبوب. مش هوصل ليه وأنا قاعد، لكن بإيه؟ بجهاد. جهاد الوقفة في الصلاة، جهاد الوقفة في القداسات، جهاد إن أنا أتعلم قد إيه إن أنا أكون ثابت، ولما أجاهد في حياتي الروحية ألاقي مكافأة. إيه هي المكافأة بتاعت العروس؟ أدخلني الملك إلى حجاله. المكافأة بتاعت العروس إنها صبرت على الجهاد الموضوع أمامها. ما خدتش حاجة؟ لا، خدت إيه؟ أدخلني الملك، دخلني لجوه، دخلني. هو مين اللي دخلها؟ مين اللي دخلها؟ الملك. مين هو الملك؟ الرب يسوع ملك الملوك. العروس ما بتعترف إن العريس بتاعها هو اللي دخلها. طيب لو جيت سألت الرب يسوع أنت دخلتها ليه؟ علشان هي حلوة، علشان هي جميلة، علشان هي مطيعة. لكن عارفين لأنها إيه؟ لسه عادل بيقول له لأنها سودة. أها، دخلتها علشان سودة؟ يعني ما فيهاش حاجة حلوة؟ أصل مهما عملنا فنحن كلنا عبيد إيه؟ بطلون. ما فيش حاجة فينا حلوة. مين فينا في حاجة حلوة؟ ده كلنا، يقول الكتاب كده، كلنا إلى الموازين. إلى إيه؟ إلى فوق. يعني إحنا عمرنا ما نوزن، يعني ما لناش سعة بصراحة. من الآخر إحنا ما لناش سعة، لكن بالرغم عن كده دخلها، دخلها. إحنا مهما عملنا ومهما تعبنا ما نقدرش ندخل من غيره. بدوني لا تقدرون على شيء. مفيش حاجة تقدروا عليها من غيري. عشان كده داود عارف الموضوع ده كويس قوي، وعرف انه ما يقدرش يدخل
الحجال بتاعت الملك، الغرفة الأساسية بتاعت الملك. عشان كده راح قايل سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى الإيه؟ إلى الأبد. ده داود عرف إني مش هينفع أدخل من غيره. أنا بسأل إن أنا ألتمس إن أنا أدخل وأعود، ليس في كفاءة مني ولا في أعمالي ولا في أي حاجة، لكن دي نعمته، دي نعمته هو، دي نعمته هو. أجذبني وراك فنجري، اجذبني فأدخلني، دي المكافأة. لما يلاقيني ببذل مجهود أسقط ثم أقوم يدخلني، لما يلاقيني ببذل مجهود في العلاقة معاه يدخلني. لكن طول ما أنا مش ببذل مجهود إن سقطت أتمرغ أكتر، لكن كل ما أعوقهم يقول لي أنت هتدخل معايا، هتدخل معايا. كل ما يلاقيني واقف ورفع إيدي وشاكر في كل التجارب أدخلني، يدخلني الملك إلى حجاله. مهم جدا إن أنا أدخل وتقابل معاه. إحنا تقابلنا معاه وأدخلنا إلى حجاله، لكن ممكن أدخل إلى حجاله وأطلع مرة تانية. أنا دخلت بالفعل إلى حجاله يوم ما اتخذت كطفل صغير واتحطيت في جرن المعمودية وطلعت. لما اتحطيت في جرن المعمودية وطلعت أنا دخلت الحجال، ولبسني حلة جديدة وجعل مني إنسان آخر مختلف. لكن أدخلنا الملك إلى حجاله. لما هدخل الحجال بتاعته، إيه هو جوه الحجال؟ إيه المكان الخاص بتاع العريس؟ ده المكان اللي بيتقابل فيه العريس وإيه؟ وعروسته. المكان السر اللي بيتقابلوا فيه مع بعض. خدوا بالكم، مش العروس هي الوحيدة اللي دخلت، علشان ذهننا ما يروحش لبعيد لناحية جنسية. لكن هي دخلت وقالت له كده اجذبني فايه وراءك، فنعمل ايه؟ فنجري جمع كلنا. فدخلنا الحجال بتاعته. هو جوه الحجال في ايه؟ نتقابل معاه مع المجتمع بتاعه. المجتمع بتاعه لما هدخل هناك هتمتع بالهدوء وهتمتع بالحياة وهتمتع بالصلاة والتسبيح مع المجتمع بتاعه. من هم المجتمع بتاعه؟ الملائكة والقدسين. هناك مجتمع القدسين، مجتمع الملائكة. والدليل على كده كلمة إيه؟ نبتهج ونفرح بك. ده مجتمع القدسين. إيه؟ نبتهج ونعمل إيه؟ ونفرح. ما قالتش وأفرح، ما قالتش وإيه؟ وأفرح، لكن قالت وإيه؟ ونفرح. كلنا نفرح معاه. فعلى الأرض إحنا بنفرح، لأن على الأرض في فرح. فين؟ في حجال، في المكان اللي بيتلاقى فيه العريس والعروس. فين الحجال؟ هي الإيه؟ الكنيسة. كلنا بنفرح مع بعض.
وكلنا بيعم فينا الابتهاج والفرح بالتسبيح ليه. خدتوا بالكم واحنا بنرنم عصفورك غرت في الايه في الغابه؟ عصفورك ده اللي هو مين؟ اللي هو انا بغرد ليك يا رب. واحلى كلمه بقولها لك هي بابا. كم واحد كان متفاعل مع التسبيح وهو قاعد وهو بيقول له يا بابا؟ كم واحد؟ كلنا تقريبا. واللي كان فيه قاعد وبيهز في راسه وحاسس انه هو في فرحان بالكلمه، في بهجه وفي فرح. الفرحه ممكن تكون نفسيه لانك الروح من جوه اتحركت، فلما تفرح الروح يحصل ايه؟ يحصل البهجه، تبتهج الروح، تبتهج وتفرح. فالبهجة ديت مش نفسية لكن ايه؟ روحية. لكن روحية. علشان كده الست العذراء في التسبيحة بتاعتها في لوقا 2 قال تبتهج نفسي بإله ايه؟ مخلصي. صح؟ بإله مخلص، بإله روحي ومخلصي. في كلمة في النص، تبتهج روحي بالله ايه؟ مخلص. ايه اللي حصل هنا؟ هي ابتهجت وفرحت وفرحت. فالفرح كان في مرحلة، لكن الابتهاج ايه؟ اقوى اقوى. اللي بيضيع البهجة خطيه. تبقى فرحان لما بتبقى في الكنيسة، لكن لما تعمل خطيئة إيه؟ تضيع منك الإيه؟ البهجة بتاعت الإيه؟ الروح اللي أنت خدتها في فترة إيه؟ تسبيح. علشان كده كن حريص إنك تعمل زي داود. كن حريص إنك تعمل زي داود. لما غلط الرد ليا بهجة إيه؟ بهجة خلاصك. قل له يا رب أنا عايز أختبر البهجة دي باستمرار. أنا مش عايز أفضل زي ما أنا، لكن أنا عايز أعيش مش مجرد فرح، لكن مجرد كمان أعلى من كده بالروح. يبقى يكون في إيه؟ ابتهاج. لكن جات عروس النشيد وقالت له نذكر حبك أكثر من الإيه؟ من الخمر. حبك أنت يا رب أحلى بكتير من الخمر. في الأفراح كانوا بيعملوا الخمر، وفي الأعياد كانوا بيعملوا الخمور. لكن مش ده دليل إن إحنا نعمل كده في الأعياد أو في المناسبات. ده مش دليل، لأن الكتاب بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. هي شايفة أن كان الخمر تعبير عن الفرح والابتهاج، لكن حبك أنت يا رب شيء تاني مختلف يخليني أفرح بيه على طول. حبك هو اللي بيدفعني إن أنا أكون قائم في الحياة. حبك أنت اللي بيخليني أحس إن أنا مديون فأقف وأرفع إيدي. علشان كده قالت له بالحق إيه؟ يحبونك حقيقي. اللي بيحبك قوي بالحق بيحبك. لما اجي واقف في فتره صلاه
أو في فترة التسبيح في مجتمع الكنيسة اللي بيسبح الهوسات، أقدر أقول دي ناس بتحب بجد بالحق، يحبونك. لما أدخل في الكنيسة وألاقيهم بيسبحوا بقوة، أتعدي أنا كمان وأسبح بقوة، لأن ألاقي مجتمع فرحان، أقول يا رب فعلا بالحق يحبونك، دول ناس بتحبك. لكن لما دخلت الكنيسة والمرنم ماسك المايك في ايده قاعد يرنم والشعب قاعد ساكت وصوته مش طالع، هقدر اقول بالحق يحبونك؟ لا، ما اقدرش اقول كده. لازم صوتي يطلع في وسط التسبيح علشان اقدر اقول بالحق يحبونك. لو بصيت للعدله في يوم الخمسين وهم قاعدين هي والرسل، حل عليهم الايه؟ الروح القدس، فكانوا يسبحون بايه؟ بقوه. اينما وجدوا كانوا بيسبحوا بقوه زي بولس وسيلة، فتنفك القيود. بالحق ايه؟ بالحق يحبونك. لو بصيت لمري مرقس وهم بيجروه في ارض مصر ومستحمل كل العذابات، اقدر اقول برضو بالحق ايه؟ يحبونك. مين اللي يستحمل العذابات دي؟ مين اللي يتحمل الالام ده؟ مين اللي يتهان ويكمل للاخر لغايه ما يستشهد؟ بالحق برضو ايه؟ يحبونك. بالحق يحبونك. انا سوداء وجميله يا ايه؟ يا بنات اورشليم. انا سوداء وجميله يا بنات ايه؟ اورشليم. انا سوداء، وبالرغم ان انا سوداء لان طبيعتي هي كده، لان انا طبيعتي متاخده من الايه؟ من الارض، فانا برضو ايه؟ زي الارض، انا سوداء. هو الارض ليها قيمه؟ بالنسبه لنا احنا ملهاش قيمه، لكن بالنسبه لناس تانيه ليها ايه؟ ليها قيمه. فلما اسيب الارض بتاعتي اللي انا عايش عليها دي لانها ملهاش قيمه، فليه تزعل؟ ليه تزعل؟ في ناس ايام المرض تتعب جدا. ليه؟ لانها بالنسبه لها الارض ليها قيمه. وفي ناس لا، عما تيجي فتره مماتها تقول لي اشتهاء ان ايه؟ انطلق، ذاك افضل جدا، لان حاسه ان الارض ملهاش قيمه، لكن السماء هي المشتهى بتاعها. انا سوداء، انا سوداء لاني مولوده كمان بالخطيه، انا سوداء لاني متاخده من الارض، وانا سوداء لاني مولود بالخطيه. فالخطيه بتعمل ايه؟ تشوه. فانا متشوه، لكن دي نعمتك هي اللي عملت ايه؟ جذبتني. نعمتك هي اللي شدتني. حبك انت وعينك الحلوه هي اللي جذبتني اليك. وبجانب انها هي سوداء، والخطيه مشوهاها، تقول اننا كخيام كدار، يعني عايزه كمان تقول اننا في السكن بتاعي جوه الجسد الترابي برضه اسود.
السكن بتاعك اسود اه كشقق ايه سوري كايه كخيام ايه كدار ايه خيام كدار دي كل الناس بتعمل الخيام في قلب الصحراء حلوه وجميله لكن كان في واحد اسمه كدار كدار ده ابن اسماعيل اسماعيل كان مخلف اتنين نبيوت واحد اسمه كدار كدار ده بمعنى الاسود معناه الايه الاسود وكدار دوت ده يبقى جد النبي محمد ده جده لانه هو من محمد من نسل ايه كدار فجاء كدار ده راح عامل خيمه مختلفه عن الناس والخيمه دي لونها اسود من شعر الماعز بس تخيلوا ان خيمه سودة في وسط الصحراء في وسط الصحراء ولان كدار كان في الوقت دوت قاعد في الصحراء بتاعت سوريا فصحراء تصوروا بقى صحراء وفيها خيمه سودة اللون الاسود يمتاز انه بيمتص الايه الحراره فاللي يدخل الخيمه في وسط الصحراء يقعد يتشرب بصراحه فهو هنا بيقول ايه ان هي العروس بالرغم ان هي سودة لكن برضو قاعده في مسكن اللي هو الايه الجسد بتاعها برضو ايه اسود يعني عاوزه تقول لك انا سودة كحل يعني انا كل ايه كل سود لكن مع هذا السواد انا ايه جميله سوداء وايه وجميله اللي بيدرس لغة عربية يقول لك ان اسود وجميل ده تضاد والتضاد يقولوا عليه في اللغة العربية يقوم معنى ويوضحه بيقوم معنى وايه ويوضحه فهي عاوزة توضح انها بالرغم من انها سودة لكن برضو ايه لانها جميلة يعني منتقلة من حالة إلى حالة منتقلة من حالة السواد إلى حالة الايه الجمال آه حلو دي إن أنا أحس في لحظات إن أنا أسود لكن أحيانا الجمال يعمل ايه يسند لما أحس أحيانا إن أنا وحشة لكن يجي الجمال الداخلي اللي جوايا يحسسني ان انا ايه يعني جميله حلوه فيسندني فيحصل ايه هنا صحيح انا وحش لكن برضو في نفس الوقت انا ايه انا حلو ما تقدرش تقول عن نفسك طول الوقت انت وحش لكن دور جواك ابحث في حاجه حلوه فيك مين اللي يسندك في وقت انت حاسس انك انت وحش نعمة ربنا ما انا اخترتك ليه انت وحش وحاسس انك وحش اوعى تنهار تحت كلمة انت وحش لكن انا سندك ليه امال امال انا في امال انا كذبتك ليا ليه فكلمة انا سودة دي وجميلة دي سلاح في إيدك لما يجي إبليس يحبك يقول لك ده أنت وحش ده أنت أحسن من غيرك كفاية أنك بتروح الكنيسة بس أديني سايبك بتروح الكنيسة وخلاص بالرغم أنك أنت ما تستاهلش ولا حاجة تحس بإيه تحس أنك أنت إيه صحيح أنا وحش تقع مش قادر تقوم لكن خد السلاح الآخر
أنا إيه؟ جميلة. يحبك إبليس بالسواد في حياتك الشخصية إنك أنت ولا تنفع بمليم. قل له بس أنا إيه برضو؟ أنا حلوة وجميلة. ما تسمعش الكلمات إبليس لما يحسسك بصغر النفس ويحسسك إنك مالكش لازمة ويحسسك إنك أنت فوق البيعة. قل له برضو أنا إيه؟ أنا جميلة، أنا جميلة. ما كل القديسين كانوا كده، كل القديسين كانوا سود، كلهم كانوا سود، لكن أصبحوا إيه؟ في منتهى الروعة. موسى الأسود ما بقاش أسود، موسى الأسود ما بقاش أسود، مريم المصرية ما بقتش سودة، أغسطينوس ما بقاش أسود، بقى شخص تاني مختلف. كل القديسين كانوا وأصبحوا حاجة تانية بعد المقابلة معاه. المقابلة مع المسيح هي اللي تفرق. اتقابلوا معاه علشان تحس بالجمال اللي فيك، عشان جمال الروح يظهر جواك. اتقابل معاه، ما تقعدش ساكت ومجرد كلمات باخدها وبستوعبها ومعلومات وكلمة اتقالت وخلاص، لكن اتقابل مع المسيح، اتقابل معاه في كل لحظة، اتقابل معاه زي اللي نقلهم من حياة إلى حياة. اتقابل، اتقابل معاه وانت ماشي في الطريق، اتكلم معاه، اتقابل معاه في الكنيسة فترة التسبيح بدل ما تتكلم مع جارك واللي جنبك، ارفع قلبك كده لفوق بالكلمة اللي هتقولها في التسبيح. اتقابل معاه، احنا محتاجين ان احنا نتقابل معاه علشان نكون في منتهى الجمال. عشان كده قالت له انا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قدار كشقق ايه؟ سليمان. اصل شقق سليمان دي يعني ايه؟ شقق سليمان يعني الستاير اللي كانت بتنزل في الهيكل بتاعت سليمان. من بره مش حلوة، من بره مش جميلة، لكن تعال بص بقى لما تيجي تدخل لجوه، سور من بره كده أبيض وفي الوسط خيمة مش حلوة، لكن في من بره إيه؟ في من بره سور أبيض، أبيض كتان، رمز النقاء والقداسة. إيه ده؟ لون الأبيض يدي انطباع حلو للعين، يحسسك بالإيه؟ بالراحة، لون ملائكي. تعال بص للخيمة الستاير بتاعتها وانت داخل على الهيكل، أول ما تتقابل تتقابل مع الباب تلاقي فيه أربع ألوان. إيه ده؟ ألوان تبهج، أبيض، كتان، قرمز، أسمنجوني، الجوان، كلها ألوان تبهج، كل لون فيهم بيقول حاجة. يبقى أول ما تدخل تلاقي الإيه؟ الألوان الحلوة الجميلة. لكن اللي بره مش باين إن حلو، لكن اللي جوه إيه؟ حلو. اللي جوه أحلى. فكل مجد الهيكل مش من بره، لكن من ايه؟ من جوه. ادخل وشوف، اتقابل معاه وشوف، اتكلم معاه وشوف، في وقفة صلاة، في وقفة تسبيح، في فترة صلاة ليلية، ادخل وشوف تلاقي جمال تاني. بس وانت داخل وتشوف مالكش دعوة باللي حواليك، انسى نفسك وانسى مكانك وانسى زمانك، بس خلي عينك عليه. تختلف الدنيا قوي معاك، هتقدر تشوف سر الجمال يبان فيك لما تكون عينك محطوطة عليه مش مشغول بحد تاني.
فسر جمال العروس، سر جمال النفس البشرية، سر جمال الكنيسة في داخلها من جوه، من جوه. ليه؟ لأن الله يسكن مع مين؟ مع الشعب بتاعه. فكل جمال فيك يبان والناس يمدحوك فيه، اوعى تفكر انه علشان انت حلو، لان المسيح اللي جواك هو اللي حلو، هو ده اللي ظهر من بره. علشان كده تيجي العروس وتدي سبب للسواد بتاعها، انا سوداء ليه؟ عشان كده تقول لهم لا تنظرن إلي لكوني سوداء، ما تبصلوش إن الكون سودا، ما تبصش من فضلك لحد من بره، ما تبصش. ممكن تبص لشخص من بره وشايفه أنت أسود، لكن بص للإيه اللي جوه، بص للداخل من فضلك. احنا احيانا بنحكم على اللي حوالينا من ايه؟ من بره. ما تحكمش على غيرك من بره، عاشره وانت تعرفه اكتر، اقعد معاه هتعرفه اكتر. مهم قوي اني ما نحكمش على غيرنا من بره. لا تنظرن الي لكوني سوداء، ما تبصليش ان انا سوداء من فضلكم، لأنك أنت ما تعرفش إيه اللي ممكن يكون بيحصل. العروس أو النفس البشرية بتقول لأن الشمس قد لوحتني. الشمس دي ممكن تكون تجربة هي اللي خلتني بالصورة اللي أنت شايفها، لكن أنا هستعيد جمالي مرة تانية، أنا هستعيد جمالي مرة تانية. التجربة ممكن تسود، الخطية ممكن تسود، لكن مش هتفضل اسود على طول. انا سوداء ولكني جميلة، انا هيرجع جمالي مرة تانية. صحيح التجارب تعبتني والظروف جابت وغطت عليا، لكن أنا لسه موجودة، أنا هقف على رجلي من تاني، أنا مش هيأس إن أكون سودة حتى لو الناس جت عليا، بني أمي غضبوا عليا. الكنيسة تبان سودة وبنو أمي غضبوا علي. مين هم بنو أمي هنا عند سليمان؟ اللي هم اليهود اللي اضطهدوا الكنيسة من بدايتها. صحيح قد أكون سودة وفي اضطهاد علي، ما الكنيسة كان قايم عليها الاضطهاد من البداية، من ساعة ما قالوا اقتلوا كل إيه؟ كل طفل عشان يتقدم للمسيح الإيه؟ سجود، اقتلوا. والكنيسة من بدايتها كانت مضطهدة. يبان سواد. الكنيسة بتتهدم، حرقوها، كسروها، موتوا الناس اللي فيها، باين انها سودة، باين انها سودة. لكن أنا سوداء وإيه؟ تقوم من تاني، تقوم وتكمل ويزداد العدد. باين إنها سوداء إنهم بيحرقوا ويموتوا ويهلكوا، لكن جميل نسبة الداخلين من العابرين بقت قد إيه؟ بقت كتير. تبقى جميلة، تبقى جميلة. بني أمي عملوا إيه؟
غضبوا علي، جعلوني ناطورة الايه؟ القرن، القرون، اما قرني فلم انطره، غضبوا علي وخلوني مجرد حارسة، حارسة للايه؟ للقرن، اما قرني فلم انطره. الكنيسة تقول اما قرني فلم ايه انطر. اولادي ما بيتسابوش، مش بيتسابوا، انا حارسة واولادي عمرهم ما ايه ما يتسابوا. يبقى في جمال وفي نهضة في حياتهم، حتى لو بنو ام بيضطهدوني، حتى لو جاه اضطهاد عليا. ما اريوس جه واضطهد الكنيسة وطلعوا فيها راتقة كتير واضطهدوا الكنيسة، لكن بقيت الكنيسة واختفهم، بقيت واستمرت ومستمرة وإلى الأبد تستمر، لأنه هو قال كده على هذه الصخرة أعمل إيه؟ أبني كنيستي وتدوم إلى الأبد. وكل يوم يقول الكتاب في سفر أعمال الرسل: وكانت الكنيسة كل يوم تضم الذين يخلصون. لسه لغاية الوقت بتضم، في شعب كتير بيجي، شعب كتير بيجي، والكنيسة لسه بتقول أنا حارسة، أنا حارسة على شعبي، القرن بتاعي مش هيروح. هنكتفي بالجزء ده النهارده.